مجاهيل خلف الأستار جبناء، الله أعلم أن يكونوا عملاء، وقد يكونوا من الجن، وقد يكونوا من الروافض، وقد يكونوا من المجوس وغيرهم وغيرهم، ويكتبون كتابات ويكتبون ماذا؟ تعليقات على فضلاء وعلى نبلاء، بل وعلى بعض أهل العلم وطلبة العلم والأشياخ، يكتبون ماذا؟ الردود والتعقبات. ثم إذا بهذا المتمرد يقبل ما يقذفه هؤلاء من البلايا والخزايا، ثم يصبح يتداوله بين الناس وينصره بين أصحابه: فلان قال، من هذا الفلان؟ ما ندري، مجهول. لا بأس، قال حقا. يقولون: أين الحق الذي لم يعلمه إلا هذا؟ أين الحق الذي كتبه فلم يقف عليه إلا هذا؟ لو كان يريد نصرة الحق لأبان عن نفسه كما أبان عن الحق، أليس كذلك؟ فلا يقبل عن مجهول أبداً.